مرحبا بكم في رواقي الإبداع، البرنامج الذي يهتم بالفرجة وسائر أنواع الفنون. بداية تجولنا في الشارع لنتحسس نبضه، طرحنا السؤال على المارة: ماذا تفضل، مشاهدة فيلم سينمائي أو متابعة مسرحية أو زيارة معرض للفنون التشكيلية؟ تباينت الأجوبة بتباين الأذواق، ثم انتقلنا لبومرداس لملاقاة الكاتب المسرحي الشاب وليد عبد الله الذي استقبلنا بحفاوة مستعرضا مشواره الزاخر من نجاح وتحدي. ثم ذهبنا لرواق فرانس فانون الذي يعتبر كناد يجتمع فيه مختلف المواهب. مرحبا بكم في رواقي الإبداع. جو بريفير السينما باسكو السينما شامله، السينما تشمل كل الفنون بما فيها المسرح، لان النص السينمائي او العرض السينمائي يشمل مسرح وتراجيديا كوميديا ومعارض. Moi je ne réfléchis même pas. لن أفكر أبدا. بالنسبة لي أفضل المسرح، هو القمة. نفضل السينما، ملي فيلم فيها خيال وفيها نحب بزاف لي زيستوار دامور، حكايات تاريخية. أنا واحد بريفيري المسرح باسكو منه خرجوا فنانين كبار ومنه ديكوفراو بزاف فنانين ومنهم خرجوا نتيجات بزاف كبار، ورانا دوك نشوفوهم في المسرح في السينما في التلفازة. أنا نحب المسرح، نحب ماذا بيا يكون المسرح وتكون قاعدة، يعني كي تكون كاش تكريم ولا كاش فنان يكرموه نروح يجيبوا لي يبعثوا لي ليزابيتاسيون، نلبس اللباس تاع تاعنا تاع لباس تقليدي ونقعد وندير لهم لومبيونس، نشطح في الملعب نخليها لهم. ولاو دوك يعيطوا لي في ثلاثة ما نتبعهمش، في ثلاثة ما والو في ثلاثة ما عنديش كما نقولوا معلومة عليهم. نحب بزاف المسرح، نشوف بزاف المسرحيات ونشوف بزاف سينما بيان سيغ، نفضلهم هادو باسكو يسلوني. اللي يكون عنده سافوار وعنده حب اللي تروى، خاطرش ما تقدريش تفرزي هذا لهذا، دونك يتجملوا في ثلاثه وكل واحده عندها الدور تاعها.
الثانية للمعرض الوطني الجماعي طلع على البحر فيو سور مير. يعني تقريبا هنا كان مشاركين معنا هذه المرة 46 فنان تشكيلي، تقريبا أكثر من 60 لوحة تشكيلية كلها موضوعها البحر، يعني كل واحد مد ما يحمله في ما يحمله في طياته على الطبيعة البحرية. لا يمكن للوح إلا أن تكون بادخة البهاء، فهي تعكس جزءاً من مناظر الجزائر الفاتنة. Thank you.